السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن منتج كلنا ما كناش نعرفه وبدأنا نعرفه، سبيروس باتس. طيب، ايه الاسم الغريب دوت؟ ده اسم صاحب الشركة، وهو يوناني وأقام في مصر وأصبح مصري مادام قاعد في مصر وعمل شركة مصرية وخلاص منتج مصري، فاحنا لازم ان احنا نشجعه. طب ايه العلامة الغريبة دي؟ نحلة، لأن شركته العيلة بتاعت سبيروس باتس كانت شغالة في المناحل وكانت مفتخرة بأنها يعني عندها مناحل في اليونان، فهو حط نحلة. الناس فاكراها ذبابة لكن هي نحلة. هو واخد حرف السين سين وكاتبها بالعربي. طيب، ليه أنا اتكلمت عن المنتج دوت وعجبني المنتج دوت؟ المنتج ده فضل يطور نفسه رغم إن هو مش قادر يدخل في المنافسة مع الشركات العملاقة وشركات الانترناشونال، لكن هو فضل يطور في نفسه وموقفش. يعني في بدائل تانية مصرية لكن طعمها وحش وما انتبهوش ان هم غيروا الطعم غير اليومين دول. طب انت بقالك كام سنة؟ هو مستني الفرصة، انما ده بدأ ينتظر الفرصة ويستنى الفرصة وهو جاهز لها. يعني في واحد يقول لك ايه، لما تيجي فرصة المطلوب مثلا حد متخصص في كذا هبدأ اخد الكورس. لا، انت خد الكورس وخليك جاهز لما تجيلك الفرصة. الراجل مش هيستناك سنة ولا سنتين لحد ما تتعلم الحاجة، ابدأ انت تتعلمها، زود المهارات بتاعتك، اتعلم لغة جديدة، اتعلم حاجة جديدة، طور في نفسك، طور في شركتك، افضل طور في نفسك وما تستناش. ممكن تجيلك الفرصة تلاقيك مش جاهز تسيبك وتروح لحد تاني. فدي الفكرة اللي أنا عايز أتكلم فيها، هما فضلوا إنهم يطوروا نفسهم رغم إن قليل من الناس تعرفهم، لكن هو فضل يطور نفسه وان شاء الله يطور نفسه اكتر. نتيجة الناس خلاص زهقت من العلامات الضخمة وبدأت تركز على المنتج المحلي، تشجع المنتجات المحلية. فاحنا بنشجع المنتجات المحلية لان ده خير للبلد وهيقلل من العملات الصعبة اللي احنا الدولار والمشاكل اللي بتحصل. نخلي بالنا من حاجة، ان انت لما تشجع منتج بلدك انت كده خلاص الدولار بدل ما انت بتوديه بره عشان تاخد شوية بيبسي ولا كولا ولا الحاجات دي كلها، لا، هنوفر العملة الصعبة دي للبلد بتاعتنا ونبني مصانع. وبالعكس احنا ممكن المنتجات دي تتصدر بعد كده لبره فتجيب لك عملة صعبة. فاحنا لازم ندعم المنتج المحلي، المنتج العربي، المنتج الإسلامي في مقابل المنتجات التانية، وبالذات الشركات عابرة القارات. الشركات عابرة القارات، شفت ناس أجانب، أجانب يعني مش لا هم عرب ولا مسلمين، برضو داخلين معانا في موضوع المقاطعة. ليه؟ لأنه شايف إنها الشركات دي بدأت تتوحش، بدأت تصبح يعني زي مافيا، بدأت تجبر الدول على إنها تمشي على السياسات بتاعتها. فلازم أنت تشجع الحاجات اللي هي تبع بلدك، اللي هي منتجات تانية. ابعد عن العلامات كبيرة لأنها غالبا بتبقى منتجات رديئة، لكن هو قدر من خلال الإعلانات ومن خلال الشو ومن خلال إن هو بيصرف جامد إن هو يقنعك إن هو أحسن منتج ويحصرك من كل ناحية. تمام؟ فلا، إحنا عايزين نشجع المنتجات اللي هي المصرية، المنتجات اللي في بلادنا.